حضراتكم فخامة السيد الرئيس الفتاح السيسي في زيارة حاليا لجمهورية ألمانيا، وحضراتكم وصل امبارح والنهاردة حضر قمة أو حوار بوتسبرغ للمناخ في ألمانيا في برلين. والحقيقة هذا التجمع وهذا الحوار هو يعتبر تمهيدا لإن شاء الله بإذن الله تعالى مصر تستضيف قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. حوالين هذا الموضوع الهام جدا وما حدث اليوم في ألمانيا وكلمة السيد الرئيس الفتاح السيسي وتغير المناخ بشكل عام، معانا خبير في هذا المجال وليه الشرف ان انا قاعد معاه، الدكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. مساء الخير يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا شرحتها نقول بالبلدي نقول بالبساطة شديدة جدا، الشمس بتنزل على درجة حرارة على الكرة الارضية، الغلاف الجوي بياخد جزء منها وبعدين بتعكس بعد كده الباقي بسبب انه في ثاني اكسيد الكربون بعثات الكربونية وتلوث للوقود في الكرة الارضية والمصانع و بتختلط هذه التلوثات بالغلاف الجوي، فبدل ما شعاع الشمس بينزل على او حراره الشمس الارض بتمتصها وبعدين تعكس الباقي، لا درجه الحراره بتزيد اكتر وتحتفظ بهذه درجه الحراره. ارجوك صلح لي كلامي علميا اكثر واكثر. طبعا زي ما حضرتك ببسطها كده زي ما حضرتك قلت، بس هنبسطها اكتر عشان تبقى واضحه. اتفضل. الكره الارضيه منذ خلق الله ومن عليها الشمس بتصدر الاشعه بتاعتها بتعدي على الغلاف الجوي، الغلاف الجوي بيمتص جزء من هذه الاشعه اللي هي الاشعه الحراريه حوالي 50% تقريبا، والباقي بيعدي ينزل على سطح الارض. سطح الارض فيه يابسه وفي مياه، 70% مياه والباقي يابسه. ده بيمتص جزء من هذه الحراره والباقي بيعكسه. ينعكس تاني هيعدي تاني على الغلاف الجوي. الغلاف الجوي برضك يمتص جزء من هذه الاشعه والباقي بيعدي الى الفراغ الكوني. تمام. ده كان ضروري لحفظ الحياه على سطح الارض، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بالظبط كده. ليه؟ لانه كان هناك في غازات وثاني اكسيد الكربون موجود من زمان، لكن كانت تركيزاتها تناسب هذا هذا الجو، وبالتالي بيعطي الدفء للارض لمعيشه الكائنات الحيه عليها. اتفضل. اللي حصل من بعد الثورة الصناعية منتصف القرن ال 18 واختراع الآلة وبعدين اكتشاف البترول والفحم والغاز اللي هو بنسميه الوقود الأحفوري، وبدأ الأنشطة كمان البشرية اللي هي استصلاح الأراضي وغيرها، ويبقى في نشاط بشري كمان ماشية وغيرها، فده بدأ هذه الأنشطة. وكانت التنمية في هذا الوقت ولغاية قريب تنمية غير منضبطة، يعني تنمية عايزة بسرعة، عايزين بالذات العالم الغربي أو الدول الصناعية. فهذا الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية وعلى رأسها الطاقة والمصانع طبعا، وطبعا وبدأ الصناعات وغير كل ده بدأ يطلع غازات. الغازات دي بقت تركيزاتها بنسب كبيرة. تمام. بتروح فين؟ بتطلع للغلاف الجوي. عظيم. الغلاف الجوي بقت التركيزات بتاعه الغازات دي، لسه هنسميها غازات ايه، لكن الغازات دي بدات تركيزاتها تزيد بمعدلات غير مسبوقه. هذه الغازات لها قدره على احتباس، يعني زي الصوبه بالظبط، بتدي حراره ما بتسربهاش، يعني تحتبس هذه الكميه من الحراره وتحتفظ بيها لفتره، فده بيؤدي الى انها الحراره تفضل وسطح الارض سواء البحار والمحيطات واليابسه يبدا يرتفع. الارتفاع في درجات الحراره ده هنا بدا يبقى يؤدي الى خلل، لانه ارتفاع غير مسبوق. نعم. مش ماشي بالمعدل البطيء زي ما كان قبل الثوره الصناعيه. وبالتالي ادى الى اختلال في التوازن الحراري بتاع الغلاف الجوي، وعشان كده بتزيد حراره الكره الارضيه. طبعا هنا بقى معناها بتقول زيد درجه الحراره بتاعه الكره الارضيه. حلو، عظيم. الزياده دي اللي بيسموها جلوبال وورمنج او الاحترار العالمي،
ده هو اللي بيسبب التغيرات المناخيه. لكن كده. دي مش زي هي زي دي. أيوة. لا، التغيرات المناخيه هي عارض نتيجه الاحترار على العالم. اشرت اليه دلوقتي. تمام. طيب احنا في هذا المؤتمر، انا هخش في التفصيل واحده بس، هناخد واحده واحده كده ونفصصها ونفصل. تمام. واضح في هذا الاجتماع او الحوار او القمه في المانيا وتصريحات الساده المسؤولين وفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الالماني وكل المؤتمرات قبل كده، ان احنا عايزين نحتفظ بدرجه 1.5 فقط. تمام. هي دلوقتي اكتر من 1.5؟ لا، اولا لازم هنعرف، لان هي ده من متقال ببساطه درجه حراره الارض، وهي ده مش صح. متوسط درجة حرارة الأرض. عظيم. دي فرق كبير جدا. عظيم. المتوسط دي معناها ممكن مش في حتة بتوصل درجة حرارة 50. صحيح. وفي حتة بتوصل ناقص 30. صحيح. وعلى طب جابوها منين؟ في مناطق كتيرة جدا على سطح الأرض. أيوة. بيجيبوا المتوسطات، أقصى درجات. حلو. وأقل درجات، ويجيبوا المتوسط بتاعها. إذا اللغة يعني علميا لازم أقول متوسط، لازم عايزين نستقر على المتوسط. واحد ودي حتة يعني بتخليني ما بسمعها، بس يعني بقول يعني لأن في ناس يقول لك الله يا عم ده احنا بنصبح الصبح درجة حرارة 15 وبعد الظهر تبقى 25. ده بقى 10 درجات. لا، دي غير دي خالص. ما عشان كده حضرتك بتزيدنا علما يعني. ده متوسط بتاع درجة حرارة الأرض. المتوسط أصلا بتاع الكرة الأرضية قبل الثورة الصناعية يعني يقال انه كان في الاوردر بتاع 17.5 درجه مئويه متوسط، اللي هو الخمسينات او الاربعينات والماينس كتير. المتوسط ده زاد حتى لغايه عقد الاتفاقيه كان 8 من 10. تمام. في خلال ال 30 سنه دول زاد حوالي يعني ممكن دلوقتي 1.1 من 10، 1.2 من 10، يعني احنا مقربين على 1.5. ويقال ان المتوسط دلوقتي بتاع الارتفاع تقريبا 3 من 10 درجه مئويه كل 10 سنين. تمام. فده معدل كبير، معدل خطير. المعدل ده كمان مش ثابت، يعني متزايد، يعني مش صحيح، مش خط يعني. صحيح. فده العمل المشكلة. وفي هذا بدون قطع كلام، وبهذا التزايد اللي بيحصل في السنوات الماضية ابتدينا نشوف الكوارث. بالظبط. وعشان كده اقول لحضرتك، لما عملوا الاتفاقية طبعا كانت سنة 92، كان كل الملاحظات والتسجيلات اللي ما يحدث والباقي قبل كده توقعات من خلال سيناريوهات وعمليات نمذجة وموديلنج وكده. فكان في جزء من عدم اليقين عند حتى عند بعض العلماء. تمام. وعند اخرين كانوا بيشككوا في الكلام ده، التغير المناخي ما ده كان بيحصل قبل كده. مع الوقت من 92 وحتى الان، اولا الكمبيوترات تقدمت جدا، بقت في سوبر كمبيوترز يعني تحل مشاكل معقده جدا، تتعامل مع سيناريوهات معقده تخش فيها بارامترات كتير. ما تم اثباته على الارض من ذوبان الجليد، قمم ثلجيه للجبال بعد 10 سنين لقوها يعني شويه ثلج بس الخفيف، القاره القطبيه الجنوبيه الشماليه اللي هي فيها الجليد، جزء دائما بقى في تسجيل انهيارات كتيره في الجليد، الذوبان بتاع الجليد، ارتفاع مستوى سطح البحار، كل دي حاجات مسجله وكل مدى بتزيد. ولهذا السبب بعد يعني في 2007 في بالي قال لك ما فيش شك خالص بقى، يعني اللي بيتكلم ويشك ده ما فيش شك ان موضوع تغير المناخ ده بقى حقيقه مؤكده، بقى خطر ومخاطره شديده، والايام بتثبت ان هذه المخاطر اسوأ مما يتوقع حتى في السيناريوهات. يعني انا دائما نتوقع حاجه اللي بيحصل بيلاقي الاسوأ. اللي حضرتك بنتكلم فيها ان احنا كبشريه في الكره الارضيه بنشوف لايف تقريبا مباشر للاعاصير والفيضانات والحرائق الغابات، كل ده الحرائق الغابات والتصحر والجفاف، كل ده كل دي حاجات كلها ما تلاحظ انها كلها حاجات عكس بعضها، لكن كلها بتحصل لان في اختلال في قلنا في التوازن الحراري بتاع الكره الارضيه. وده ما كانش بيحصل، الكوارث دي اللي احنا بنشوفها دي ما كانتش بتحصل من 50 سنه مثلا. لكن الكوارث الكبيره
اللي هي زي ما اقول لك عصر الجليدي دي بتحصل على ملايين السنين، ودي اللي هو سموه التغيرات المناخيه الطبيعيه. دي بتحدث لاسباب اخرى، البراكين. نعم. يعني لما في براكين، لو البركان كبير جدا وبتاع ممكن يعمل مشكله. صحيح. فالبراكين و يعني برضك هناك اختلاف ما بين، طبعا انا مش راجل بتاع فلك لكن طبعا على ما علمته يعني، اللي هو ما بين محور دوران الارض حول نفسها ومحور دوران حول الشمس. فده يعني عامل نوع من الاختلال البسيط ده بيحصل كل عدد كبير من الاف السنين. نعم. فدي حاجه بتبقى دي طبيعيه. الغالبه بقى اللي بيحصل دلوقتي بسبب الانشطه البشريه ده بتحصل كتير دلوقتي. الكلام ده بقى يعني فين وفين على ما يحصل حاجات تغيرات مناخيه كل كذا مليون سنه وكده. حضرتك بعد بعض العلماء بيقولوا على 20 30 ما بين 20 30 و 25 و 30 و 50 ممكن نوصل، لو البشريه ما اتحركتش امام هذا التغير المناخي ممكن نوصل ان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي بيزيد او يذاب اكتر واكتر، فممكن مستوى البحار والمحيطات يرتفع، ممكن يصل ل 13 متر، معناها انه في مدن او عواصم ممكن تختفي تحت المايه. تمام. الكلام ده صح. الكلام ده اتقال واتعمل بسيناريوهات، وبعدين اللي بيصدق بالكلام ده انهم بيقيسوا معدلات ذوبان الجليد بيزيد بمعدلات عاليه جدا. فهو طبعا القاره القطبيه الجليديه يعني فظيعه. لو فرض التنبؤات بتاعتهم دي حصلت ودابت فعلا، ده فعلا ممكن يوصل ارتفاع مستوى البحار وبعض العلماء 10 امتار و13 متر. وده كارثي، لان احنا بنتكلم حتى ده بمعدلات قليله، لان ارتفاع مستوى سطح البحر مش بيجي بس بذوبان الجليد. ده اولا في بخر ده بيقلل، لكن في تمدد المايه بتاعت البحار ديت سواء سائل. نعم. احنا عارفين المايه بتتمدد زي نعم. اي سائل بارتفاع درجه الحراره. فالتمدد مع ده بيزود، والذوبان الجليد ده بيزود، اللي بينقص شويه اللي هو البخر. ومع ذلك يبقى الخلاصه من ده وده يبقى في زياده. لو جه زياده كبيره جدا من الجليد، ذوبان الجليد، من ذوبان الجليد اللي هو القاره كلها، ده هيبقى كارثي كارثي. لان ما فيش حاجه، احنا بنتكلم دلوقتي على نص متر ومتر على اخر 2100، بنتكلم في ناس بيقول لك متر ونص، يعني ارقام يعني لا حلول برضك. ولكن بهذا الكم من الانبعاث الحراري يعني هذا الكم من الانبعاث الحراري، ونحن ما نقفش امام هذا ممكن طبعا التطور ممكن يوصل طبعًا لده، لان ما نراه حاليا من اثار تغير المناخ ليس بسبب انبعاثات اليوم، ده بسبب انبعاثات من عشرات السنين. اذا الاجيال القادمه هي اللي ممكن هتواجه هذه الكوارث بقى اللي ممكن تنهي على البشريه. بسبب انبعاثات اليوم اللي هي حتى الان ما نقصتش بالقدر الكافي، هيبقى اسوء للاجيال القادمه. ربنا يستر. دكتور، موضوع اخير وبعد كده نتكلم عن هذه القمه والحوار بوتسبرغ في للمناخ في الموضوع الثاني، وهو الغابات. الغابات في كل حته في العالم تعتبر الرئه. تمام. للبشرية على الكرة الأرضية. تمام. كوكب الأرض هي الرئة اللي بتنظف وتطلع أكسجين. تمام. كثير من الغابات بيقطعوا الأشجار عشان يطلعوا أخشاب، بالإضافة للتغير المناخي اللي احنا حاسين بيه دي، في كم كبير جدا من الحرائق طول السنة في جميع أنحاء الكرة الأرضية. تمام. ده خطره إيه؟ لا ده خطره شديد، وعشان كده موضوع الغابات كان واخد اهتمام من البداية شديد، اهتمام كبير جدا من اتفاقية تغير المناخ، ودي عاملين لها شغل خاص كمان لوحدها وإدارة الغابات. بس هي المشكلة في يعني موضوع الغابات من زمان، لأن فيها نشاط اقتصادي، قطع الغابات، صناعة الأخشاب وصناعة الأساس وغيره، زائد أن الغابات دي معايش فيها ناس، والناس دول عايزين يعيشوا. فأنت عشان يعني تمانج أو تدير إدارة الغابات دي بيعملها قصة لوحدها. إزاي تدير؟ اولا بيبقى في الناس اللي هم بيحرسوا الغابات، الناس اللي موجودين في الغابات دول لابد انهم يكون لهم انشطه اخرى تعوضهم عن التوجه الى قطع الاشجار او قطع الغابات. كمان في دول يقول لك لا، ما هو بردك ده نشاط عندي موجود. في كمان قواعد بتقول انك انت لما تقطع غابات بجزء معين لازم تزرع قصاده نفس العدد من الاشجار، عشان ده بيتقطع يكون ده التاني طلع، عشان يبقى فيه تعويض. زائد بيدوا حوافز كتير
للدول اللي عندها غابات عشان هي تساهم في موضوع إدارة الغابات بطريقة مظبوطة. وإحنا في أفريقيا طبعا الغابات أكبر غابات عندنا غابات الكونغو وبعض في غابات في أمريكا في غابات لا طبعا غابات الأمازون في البرازيل دي أكبر حاجة في العالم دي زي ما بيطلقوا عليها دي الرئة بتاعت البشرية بتاعت لكن في أفريقيا في بس طبعا أقل اللي هي بالذات في الكونغو اللي بنتكلم عليها غابات في أماكن كتيرة في المغرب وفي غيره لكن بنتكلم اللي هي الغابات اللي هي مساحات كبيرة جدا في غابة طبعا الغابات في أوروبا لكن يعني موضوع الغابات ده من الموضوعات الهامة جدا تمام. وحرائق الغابات دي كارثة تانية لأن في حرائق يا إما بتكون بفعل فعل بإهمال أو نتيجة ارتفاع درجة الحرارة نفسها ما هو الحرارة والورق اللي بيقع من الغابة بيعمل حصل له تعفن تمام. التعفن ده بيطلع غاز ميثين من تحلل تمام أي مادة عضوية بتتحلل صحيح. التحلل ده بيطلع غاز ميثين موجود اي مشكله بقى حراره بتاع كده احتكاك ده اللي بيبقى في جفاف جامد في الغابات طيب بمناسبه مرور 70 عام على تاسيس العلاقات او بدايه العلاقات الاستراتيجيه ما بين الجيده جدا مع ما بين مصر والمانيا وفي نفس الوقت فخامه السيد الرئيس الفتاح السيسي من امبارح في المانيا لحضور قمه او حوار بوسبرغ للمناخ في المانيا وكثير من المسؤولين في خلال المؤتمر الصحفي في خلال حضرتك جلسة رفيعة المستوى من قمة حوار بوسبرغ كلهم بيقولوا ان هي دي تعتبر تمهيدا لان شاء الله القمة قمة المناخ في كوب 27 بإذن الله في شرم الشيخ في 2022. ليه بيقولوا كلمة انها تمهيد؟ يعني ايه معناها؟ انا اقول لحضرتك المانيا من اكثر دول العالم اهتماما بموضوع تغير المناخ حقيقة ولهذا هم مستضيفين اتفاقية تغير المناخ سكرتارية اتفاقية في بون تمام ومنذ استضافتها ومنذ كده أول مؤتمر لتغير للكوب كوب 1 ده كان في برلين عشان كده هتلاحظ انهم عاملينه في برلين نعم هم بيبقوا قصدانها يعني ومن هذا التاريخ دائما بيعقد سنويا الكوب دايما بيتعقد في اخر السنه نعم في دوله من الدول تمثل القارات عظيم في نص السنه مايو ويونيو تمام بردك زيه بس بدون حضور رؤساء وزراء البيئه على مستوى الخبراء اعلى مستوى من الخبراء ما عدا وزراء البيئه او الرؤساء كويس ده مؤتمر سنوي بيتعمل ده بردك بيسموه تمهيد ليه بقى لان اي مؤتمر في موضوعات بتتحل بيطلع بقرارات في موضوعات بتبقى معلقه شائكه تمام دول موافقه ودول مش موافقه لان كل مؤتمرات الكوب لازم تكون بالكونسنسس او اللي هو بيسموه الموافقه لكل الناس نعم لو اي دوله ما وافقتش تبقى مشكله ما تطلعش قرار لازم يبقى موافقه الجميع فالحاجات المعلقه تناقش في المؤتمر اللي هو بيتعمل في مايو يونيو هذا المؤتمر دايما في بون في مقر سكرتاره الاتفاقيه في بون يحل جزء من المشاكل دي ويرحل جزء كويس لما يرحل جزء يخش على الكوب اللي بعديه تمام تمام وهكذا المانيا من اهتمامها بكده بس هي عامله مع مصر اولا بتعمل بتاع بيترسبرج ده من 2009 مش جديد بتعمل هذا المؤتمر دايما وانا هنقول سببه او هدفه فضل. ايه هو هدفه المشاركة في تيسير التفاهمات والخلافات ما بين الدول الأعضاء عشان الكوب اللي جاي يبقى الأمور بقت أيسر يعني بيسهل على الدولة المضيفة الموضوع تمام فده تعتبر مساهمة جدية انهم مؤمنين بهذا الكلام هم أكثر الدول الأوروبية وأكثر دول العالم فعلا بتلتزم إلى حد كبير بالالتزامات عليها من خفض الانبعاثات والتكنولوجيات المتقدمة وغيرها المانيا كمان هنلاحظ حاجه من فتره كبيره جدا وانا لسه كنت حتى في وزاره البيئه عاملين حاجه اسمها كايرو كلايمت توكس يعني بيعملوا كل شهر ايفنت كامله في مركز الثقافي الالماني في الزمالك بيحضر طبعا بالتنسيق مع وزاره البيئه وبيحضر الخبراء
معين يعني من خلال وزارة البيئة ومن برضه خبراء ألمان. تمام. وبيناقشوا موضوع من الموضوعات، مرة الطاقة المتجددة، مرة الزراعة، كل الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ. تمام. هذا الموضوع مستمر من سنوات، يعني بقول لحضرتك بنتكلم من 10 12 سنة. كويس. ومن ضمنها الحاجات الطاقة المتجددة وكده، ومستمر حتى الآن. وده له دور كبير جدا، لان هم يدل انهم مهتمين فعلا بالموضوع، وان يبقى لهم دور في هذا الموضوع. فيعني الاهتمام الجانب الالماني بموضوع تغير المناخ من الاهتمامات الحقيقيه في تسهيل او تيسير المفاوضات على الدول كلها. اسمح لي ملاحظه مواطن على الكره الارضيه، ومع ذلك للاسف الشديد رجعت ألمانيا بعد الحرب الأوكرانية الروسية إنها تستخدم الفحم. هو المستشار شولتز قال الكلام ده في الخطاب بتاعه، لأنها مضطرة، ما في في أسبقيات وأولويات. ده هم كانوا بدأوا عشان الغاز الروسي و و و بدأوا يوقفوا محطات نووية عندهم، برغم إن المحطات النووية تعتبر من الطاقات النظيفة. صحيح. مش مسببة لتغير المناخ. لكن من ناحية الأمان وكده، فبداوا بقى عندهم كذا محطات كتيره، بداوا كان اخر حاجه عندهم ثلاث محطات. ولسه كانوا بيفكروا يقفلوهم لما حصلت الحرب الاوكرانيه الروسيه. ده هبداوا طبعا يعني يعيدوا تشغيل محطات اخرى، زائد مضطرين انهم يرجعوا الى الفحم، وهم اسفين يعني غصب عنهم زي ما بيقولوا ضروره هنا في هذه الحاله. وبيدوروا بقى على مصادر كتيره زي ما قال، يعني سواء من مصر، من قطر، من دول اخرى يعني. لانه طبعا هم غلطوا غلطه هم اعترفوا بها. طيب. انهم اعتمدوا بنسبه عاليه جدا على، ولكن في طريقهم لحلها، ومصر ان شاء الله هتساعد المانيا في حل هذا الموضوع، وهي مع الاتحاد الاوروبي طبعا ناويين يحلوها خالص، لكن دلوقتي هم في زنقه يعني. طيب ممكن استاذنك، احنا فاهمين طاقه الشمسية أو محطة أو يعني الطاقة الشمسية اللي بتولد الكهرباء من الشمس أو طاقة الرياح، يعني إيه هيدروجين أخضر؟ هو سؤال جميل طبعا. هو طبعا كلمة أخضر دي بتطلق على أي حاجة صديقة البيئة منخفضة الانبعاثات، يعني حاجة بسيطة جدا. عندنا عندنا في كذا نوع من الهيدروجين اللي هو يعني مولد، في هيدروجين أخضر وفي هيدروجين أزرق وفي هيدروجين رمادي كده، ده حقيقي يعني. طب خلينا نركز على الهيدروجين الاخضر، لانه ده ذكر في هذه القمه ضروريه جدا، وفي اتجاه لجمهوريه مصر العربيه باهتمام كبير في صناعه الهيدروجين الاخضر. والمانيا برضو كمان ذكرت النهارده ان هي عايزه، على فكره ده تفكير عالمي جيد جدا. هو اصلا الطاقه الشمسيه كان احد مشاكلها، يعني طبعا كلها مميزات، احد مشاكلها واللي البحوث جاريه عليها من زمان التخزين، تخزين هذه الطاقة. لأنك أنت بالنهار الطاقة الشمسية بيجي لك تولد كهرباء أو كده. كويس. طب وبعدين وبالليل. طيب حاجة تانية. أنا عايز وقود أحطه في عربية، يعني وقود مش لازم تكون كهرباء. فتم التفكير في إيه؟ طب ما أنا آخد الكهرباء المولدة دي من الطاقة الشمسية. حلو. آخدها وأحلل بيها مية. المية هيدروجين واكسجين. ايوه. يقوم يطلع لي هيدروجين واكسجين. اخد الهيدروجين يا اما اعبيه في اسطوانات، او احطه في تخزين على هيئه غاز، او اعمله تسييل اساله ليكويفاكشن، يتحول الى هيدروجين سائل. ده فقط من الطاقه الشمسيه ولا ايضا من الرياح؟ اللي من الطاقه الشمسيه ومن الرياح ده اللي بيسموه الاخضر. ليه بقى؟ حلو. لانه جاي من طاقه متجدده. حلو. لو جاي ممكن الكلام ده يجي، الكهرباء دي ممكن تيجي من محطه كهرباء شغاله بالديزل، ما يبقاش يبقى بقى ده مش هيدروجين اخضر. لا مش هيدروجين اخضر فقط. ايوه. الذي يكون مصدر الكهرباء بتاعته جاي من الطاقه الشمسيه، وغالبا ايضا طاقه الرياح. يعني بنسبه كبيره. انا عايز بس اتذكر، اذا بناخد منها هذه خلينا الطاقه الشمسيه، بناخد منها الكهرباء بنحولها الى وقود، لوقود اللي اسمه هيدروجين. الوقود ده بقى ممكن احطه في عربيه، هتبقى انت هتحط وقود في العربيه بدل البنزين، بدل الغاز، بدل الكهرباء. الهيدروجين ده ما يخش عليه الهواء فيه اكسجين، هيطلع لك ميه. طب هل الهيدروجين ده هيبقى رخيص؟
لا اعتقد ممكن على المدى البعيد ممكن يبقى رخيص، ولكن المستقبل لهذا المنتج، وعشان كده العالم كله متجه ليه. يعني مصر ودول العالم ما كانتش هتخش في مبادره، وعلى فكره والسعوديه نفس الكلام برضك عملوا الهيدروجين الاخضر، لان ده بقى ترند، لان هو ده الوسيله الوحيده انك تستفيد استفاده جيده من الطاقه الشمسيه. لان زي ما قلنا مشكله تخزين الطاقه الشمسيه لما تحولها لكهرباء، التخزين ده بقى مشكله. اذا هنا جمهوريه مصر العربيه بالفعل واخده خطوات سباقه تمام للعالم كله في اتجاه ان هي عندها واحده من اكبر محطات توليد الطاقه حاجة. الشمسيه في العالم. في معلومه يعني طريفه. اتفضل. انا كنت في مؤتمر في اسوان. أي. يعني كانوا بيعملوا برضك يعني ايفنت كده عشان موضوع تغير المناخ برضك. اتفضل. وكانوا بيفكروا في موضوعات يعني عايزين يعملوا حاجه تبرز دور محافظه اسوان، يعني ممكن يعملوا حاجه مبادره في فانا سالت قبل ما اروح وعرفت معلومه غريبه جدا. اتفضل. شركه كيما اول من اوائل الشركات على مستوى العالم من سنين عديده كانت بتطلع الهيدروجين الاخضر ده، مش كده وبس، الامونيا الخضراء. لو قلنا ديت لازم نذكر ان دايما بتقول الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. تمام. الامونيا الخضراء دي بتخش في صناعه الاسمده. نعم. طب ليه مسمينها الامونيا الخضراء؟ انا جاي من الهيدروجين الاخضر. طب وده جاي منين؟ كانوا بقى ميه كهرباء السد العالي عندهم كانت تعرف هناك شركه كيما، كانوا بيحللوا بقى الميه، والميه ديت نفس القصه ويطلعوا بقى هيدروجين وبعدين يطلعوا منه امونيا. الامونيا دي يتعملوا بها السماد الكيماوي العادي اللي هو النترات والحاجات دي. نعم. فهو ده انا عشان كده كان في مدعوه مهندسه من شركه كيما هي اللي اكدت المعلومه دي. نعم. قلت لها طب ما تعملوا دي مبادره، ده انتوا تبقوا هتاخدوا دعم كبير جدا، لان انتوا عارفين، انتوا ناس اشتغلتوا في الموضوع ده قبل كده. صحيح، عندكم خبره فيه. هم ليه انتوا ما عملوش؟ قالت لي لان الكهرباء غليت عليهم فسابوا القصه دي. يعني بسبب اسباب اقتصاديه بحته مش عشان حاجه ثانيه. طيب. لكن تقنيا هم عارفين الكلام ده. هذه القمة وهذا الحوار بوتسبرغ في ألمانيا، كل المسؤولين وكل السادة المسؤولين، وإن شاء الله برضو في مؤتمرات القمة السابقة، كله بيتكلم في الوقت الحالي في أزمة بسبب نقص الطاقة والغذاء. تمام. من ضمن مشاكل الخاصة بالطاقة وهو أنه بسبب يعني عدم تصدير أو وصول الغاز الروسي إلى أوروبا، وألمانيا بتتضر وعشان كده وصلت ورجعت تاني للمنتجات الفحم والمشاكل الخاصة بالتلوث البيئة و مصر قدرت بفضل الله بدون ما تعرف أن في مشاكل هتحصل في المستقبل، وعملت منطقة غاز شرق المتوسط. تمام. وبناء عليه مصر اتعملت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتسييل الغاز في الشرق المتوسط وتصديره للاتحاد الأوروبي، إذا كان مع الاتحاد الأوروبي أو ثنائيا مع ألمانيا. تمام. بالإضافة إلى أن هم برضو عينيهم على الطاقة النظيفة. تمام. اللي هي الخاصة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح. تمام. وبالفعل معلش انا اسف السؤال طويل شويه بس انا بعرض معلومات. تمام. وبالفعل في مصر عملت ربط كهربائي بعدد كبير من الدول الجوار، ومش لازم يكون بطاقه شمسيه، ده ربط كهربائي ده رخ له بشكل عام له ميزات كبيره جدا اصلا، ده خفض الانبعاثات برضه. لان الى اي مدى الاتحاد الاوروبي والمانيا مصر ممكن تحل لهم مشاكل في الوقت الحالي؟ الى اي مدى؟ طبعا ده اللي يجيب عنها اكتر صراحه يعني الناس المتخصصين في وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. لكن من واقع خبرتي المانيا كانت رؤيتها من زمان، اتكلم من فتره طويله جدا، على ان مصر تكون مركز للطاقه خاصه الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، لانهم كان في دراسات وكان في اطلس للطاقه الشمسيه وفي اطلس للطاقه الرياح، هم كان عندهم يعني دراسه بتقول ان مصر ممكن تكون، لان عندنا احسن واطول ساعات سطوع شمسي موجوده في مصر في السنة. وكمان الحزام شمال افريقيا يعني، لكن اكتر في مصر يعني. فكان عينهم على مصر من زمان، لدرجه ان فرنسا كنوع من المنافسه
كانت دخلت بمبادرة منافسة لمبادرة ألمانيا. تمام؟ اللي حصل دلوقتي إن هذه المبادرة يعني سهلت لنا الظروف، ساعدت إن احنا مصر قطعت شوط في موضوع الطاقة الشمسية. طبعا عندنا يعني محطة بنبان موجودة في أسوان، ديت يعني من أكبر الأمثلة. عندنا في الزعفرانة في البحر الأحمر المزارع الرياح. وفي مصر حاطة خطة طموحة جدا إنها تكون على سنة 2035 يكون 42% من خليط الطاقة لتوليد الكهرباء، مش كل خليط طاقة، خليط الطاقة لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة. هو حاليا تقريبا 20%. حاليا 20% لأنه حوالي. كان لأن 20-21 لأنه كان اتقال كان هدف من قبل كده، أنا شخصيا كنا مستبعدينه كان المعدل بطيء قوي. قال لك 20 على 2020. تمام، دايماً بتقال كده. فكانت 2020 ما كناش لسه وصلنا دلوقتي، لا ال 2020 ان بدا فيه الخطه المستقبليه سنه 2035 ان احنا نبقى 40%. 2037 هنكون 42% من على فكره يعني حاليا بيعملوا ريفيزيت او بيراجعوا تاني الخطه باحتمال يبقى طموح اكتر يعني يزيدوا حسب طبعا الاقتصاديات والدنيا ماشيه ازاي في موضوع الاستثمار. الاتحاد الاوروبي حضرتك بالنسبه لهم الغاز اهم ولا الكهرباء؟ انا ما اقدرش احكم في دي، لكن انا بتهيألي الاثنين، لان الغاز مهم جدا عشان التدفئه اساسا. يعني غير الطاقه جزء تدفئه، عشان كده هناك توقع تبقى في مشكله لاوروبا في الشتاء اللي جاي ده، ان الغاز لو اتمنع او قل او ما قدروش يدبره هتبقى في مشكله في التدفئه، لان طبعا يعني اللي عاش في اوروبا من غير التدفئه تبقى في مشكله كبيره جدا. واحد من الأسئلة اللي عرضت على فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي، وقال له انتوا طيب هتستفيدوا ايه او مستنصرين مقابل ايه من انك انت تصدر الغاز لألمانيا او الاتحاد الأوروبي؟ فرد فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وقال ان مصر ما بتتعاملش بهذا المنطق، ولكن حضراتكم احنا عندنا مشكلة الغذاء قوية جدا في المنطقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، و يعني منتظرين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان هو يشرح مشكلتنا في هذا الاطار، ان احنا ما نقدرش نطبق زياده الاسعار على المواطن المصري بالشكل اللي حضراتكم في اوروبا بتستخدموه بشكل طبيعي جدا، لكن مصر بتقدر لازم تدعم المواطن المصري بسبب الدخل بسبب ظروف كثيره جدا. تعليق حضرتك على هذا الموضوع. اولا اعتقد هو لا يعني بعيد شويه عن موضوع تغير المناخ، لكن انا سمعت حديث سياده الرئيس وده كان رد مقنع تماما. نعم، ان يعني دول العالم وبالذات دول الشرق الاوسط تضررت من الحرب الاوكرانيه برغم انها ما لهاش دخل في القصه دي، ودول افريقيا كلها عشان موضوع الغذاء واستيراد الغذاء من سواء من روسيا او من اوكرانيا. فالنقطه دي اللي يعني مطلوب من الدول الصناعيه الدول المتقدمه اللي هي طبعا جمعت يعني اموال كثيره وخدت خيرات افريقيا لسنوات طويله وما زالت انها تساهم في حل دي مشكله عالميه مشكله دوليه، يبقى الدول المتضرره تساعد فيها، لانه هو اذا كان عنده قدره انه يتحمل التضخم اللي موجود بالامكانيات بتاعته، لكن احنا ما نقدرش زي ما قال سياده الرئيس ان احنا نزود الاسعار بنفس المعدلات، والا هتبقى في مشكله اجتماعيه كبيره جدا. فالمطلوب منه بس هو مش ده يعني مش ده مقابل ده، لا ده احنا بنبيع الغاز نعم. برضك نعم. بالاسعار بتاعته كل حاجه، لكن يعني زي ما احنا متعاونين معاكم، وهو سياده الرئيس قال ايه ان احنا مستعدين التسهيلات اللي عندنا نقدمها لكم، يعني نتعاون معاكم اللي هي محطات اسالة الغاز واي تسهيلات نعم. قد تساعد في حل المشاكل العالمية. صحيح، فانت من باب اولى برضه قالها باللفظ ده ان مصر مستعدة انها تساهم في حل اي ازمة في العالم. انتوا بقى كمان ما يعني ما يعني تساعدوا برضك فما تكون في مشاكل زي كده، خاصة مش احنا المتسببين فيها. طيب تحلوها. اخر سؤال حضرتك الدكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، بتتمنى
بعد مؤتمر أو قمة المناخ COP27 بتتمنى كعالم ولك خبرة في هذا المجال، تتمنى من مخرجات هذه القمة COP27 أنها توصل لإيه؟ لا التمنيات كتيرة، بس التمنيات غير معلش ما احنا لما بنقول التمنيات بنحلم، فبعد كده نعرف ننفذ. لا تمنيات، لو ان دول العالم الثقة ما بينهم زادت وصلت الى الحد انهم يحطوا خطط حقيقية وفعلية قابلة للتطبيق عن الوفاء بالالتزامات التمويلية اللي هو فيما يخص التمويل اللي هي تعهدت بها في COP26 وما قبله تجاه الدول النامية، ده هيبقى نجاح كبير جدا لمصر. إذا مصر نجحت في حل هذه المعضلة فيما يخص التمويل ونقل التكنولوجيا، أو حلتها بنسبة يعني معقولة، ده هيبقى بيسموها نقطة تحول تيرنينج بوينت، لأن حتى الآن مش لاقيين. كل التيرنينج بوينتس كانت يعني مش مع الدول النامية خالص. يعني أول تيرنينج بوينت اتعمل في 2007 في بالي، بدل ما كانت التزامات على الدول المتقدمة قال لك لا كمان الدول النامية تخش معانا بس طوعيا يعني أول حاجة. التيرنينج بوينت الثانية اللي هي واضحة قوي، أولا في كوبنهاجن في 2009 كانت تيرنينج بوينت سيئة، لأنه كانوا عايزين يلبسوا الدول النامية في القصة دي كالتزامات، وطبعا يعني تعتبر كان فيها فشل جزئي وما نجحتش. التيرنينج بوينت اللي يعتبر ناجحه الى حد ما في 2015، هنا خلوا بقى الكل لازم يساهم في خفض الانبعاثات، وده في صالح التنميه في الدول الناميه ما تفتكرش ان عليها التزامات، ويعني وتقدم ما يسمى المساهمات المحدده وطنيا، يعني قول اللي انت هتعمله وتكون قادر عليه بس تبقى تنفذه، ما فيش حد وده كانت الترنينج. بس لغايه جلاسكو قعدوا بقى واتكلموا وقال لك لا لازم يكون في وضع التمويل هيكون ازاي، و بس حتى الان ما حصلش كلام. لا حتى الان ما تحولش الى خطط واضحه واسلوب معين للتمويل المستدام المتوقع، يعني لان مش تمويل ان انا اخد سنه وبتاع، لا ده لازم تكون تعرفه لسنوات متعددة هتاخد كام وهتشتغل بيه ايه. التكنولوجيا نفسها لما تاخدها تبقى على أسس تفضيلية، نعم، وليست على أسس تجارية. تمام. لا يعني لازم تمام ده كله ده هيدي موقع جيد جدا لمصر. تمام. حاجة تانية اللي اتمناها وانا متوقعة ان مصر هتقطع شوط جيد جدا في في المشروعات الخاصة بمكافحة تغير المناخ والتحول الأخضر. تمام. لأن احنا عندنا الزراعة الذكية مناخيا شغالين فيها. إدارة المياه، إدارة متكاملة المياه اللي هو الريسايكل بتاع المياه كتير جدا. تمام. المشروعات الكبرى زي الطرق، شبكة الطرق، الكهرباء بتاعة المواصلات كلها سواء القطار الكهربائي أو المونوريل أو صحيح. ففي مشروعات في كثيرة جدا في هذا الاتجاه، نأمل ان الدول المتقدمة تساعد بإخلاص بإذن الله بنية خالصة. يعني كل الدول الأفريقية وخاصة مصر عشان تبقى نموذج جيد يعني مش هنقول للتقليد، للاقتداء به. دكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، شكرا لحضرتك يا فندم نورتنا. شكرا لحضرتك وسعة صدرك انك انت بسأل اسئلة كده يعني نفهم السادة المشاهدين اكتر واكتر بعد اذن حضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة، بكرة ان شاء الله نفتح صفحة جديدة انا بكرة مع حضراتكم يعني باذن الله التلات برضو، ونفتح صفحات في تاريخ مصر ان شاء الله كده للخير لبلدنا باذن الله. تصبحوا على خير.